قرية اسمها المناجم بالسودان. هذا في معلم يدرس مرحلة ثالث ابتدائي الرياضيات. كل ما يدخل الصف هو يدرس الطالبات اللي في طالبة برا المدرسة، طبعا توقف على الشباك من برا المدرسة وتناظر للصف الطالبة هذه. الطالبة هذه يتيمة وتبيع الخبز مع أمها، تساعد أمها علشان لعل وعسى أخوانها الصغار يدخلون المدرسة. وهذه والطالبة هذه يعني بس واقف على الشباك. المدرس هذا كل ما يدخل الصف يشوف الطالبة، دائما يوميا يشوف الطالبة. جاء يوم من الأيام ويجي المدرس ويسأل الطالبات سؤال صعب، ويجي المدرس هو يسألهم سؤال صعب ولا طالبة حلت، ما حل الطالبات السؤال صعب وحط عليه جائزة إلا اللي عند الشباك هذه البائعة الخبز اللي تقول يا أستاذ يا أستاذ يا أستاذ تبي تحل. هو يجي المدرس هو يسمع له قال وش الإجابة، هو يتجاوب والإجابة صحيحة. من بعدها ويجي المدرس يروح لمدير المدرسة ويقوم يراهن على البنت هذه. قال المدرس أنا تكفل مصاريف المدرسة وتكفل بالكتبة وتكفل بمستلزمات الدراسة كلها، وراهن عليها وحطوها وافق مدير المدرسة وافق والمعلمين، ولكن أنها تدرس وين؟ ما هو بكرسي ما تقعد، لا عند الشباك. وراح لما طالبة قال الطالبة هذه ما تبيع الخبز، تتفرغ للدراسة وأنا أتكفل فيها. ووافقوا المعلمين وكل حاجة، وبس لكن وين تجلس؟ تجلس برا، وجالسة برا لأن التكليف المقعد صعب. هو هذا المدرس تكفل بالكتب ومن الكتب ومعاها ومع العلم إنها تجيب الأول الطالبة هذه بائعة الخبز، ومعاها المدرس معاها المدرس معاها المعلم لين ومعاها لين وصلت أول ثانوي. يوم وصلت أول ثانوي ويجي المدرس هذا هو ويتعاقدون معه أحد الدول ويتعاقدون معه، هو يروح وانقطعت العلاقة بينه وبين بائعة الخبز 14 سنة أو أزود، انقطعت العلاقة ما في علاقة لأن ما في تلفونات والأمور هذه بينها. وبعد 14 سنة هو يجي المعلم للسودان، هو يقعد بالسودان، هو يزور واحد من زملائه بالخرطوم. يوم زاره قال زميله للمعلم نبي معلم نبي نروح نشوف ولدي بجامعة الخرطوم، ما أدري إيش عنده مشكلة ولا شيء. جاء المعلم وراح مع زميله. يوم جو الجامعة بجامعة الخرطوم إلا قاعدين هم بالكفترية، كفترية الجامعة، وهذا الزميل يسولف مع ولده. وتجي مرة تمشي وتناظر للمعلم نظرات نظرات يعني تأمل، ما أدري كيف أوصف لكم النظرات اللي تناظر للمرأة، لا 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 للمعلم، المرأة تناظر للمعلم نظرات ما رمشت عينها. والمعلم تصدد يمين، رجال سبير المعلم شايب سبير، وتصدد المعلم يمين يسار. هو يجي يمسك ولد زميله، قال الولد زميله قال هذه من هي اللي تناظر لي؟ كان هذه طبعا أشر عليها بخفية، أشر عليها قال هذه بروفيسورة تدرس السنة السادسة الأخيرة طب. قال لي تعرفها أنت؟ قال لا ما أعرفها. قال طيب تناظر لك؟ قال ما أعرف أنا. بدون مقبلات بدون أي شيء بدون أي اعتبار للموقف تجي المرأة هذه على طول وتخم المدرس وتقوم تبتسي وتبتسي بالحيل بدون أي اعتبار أي شيء. قامت تبتسي كلن يسمع صوتها، وتجمعوا الطلاب والدكاترة كلهم تجمعوا على ابتسائها، وهي تطيح يغمى عليها. توقعوا ان هذا ابوها، قالوا انت هذه انت هذه بنتك هذه بنتك؟ قال لا ما اعرفها هذه، هذه ما ادري من هي، جتني وعلى طول قامت تخمني وانا ما اعرفها، ما هي بنتي ولا شيء. قالوا للمعلم تعرفها انت؟ قال لا والله انا ما اعرفها. يا من صحت من الغيبوبة، يوم صحت من الغيبوبة قالت هلا أستاذي هلا أبي هلا معلمي عرفتني؟ قال لا والله ما عرفتك. قالت له أنا البنت اللي كنت حطام إنسانة
وانت صنعتني انسانه ناجحه. قال والله ما عرفت. قالت انا بايعه الخبز. هو يقوم يبكي المعلم يوم سمع درى انها بايعه الخبز، بكاء شديد. يا من قضى من البكاء، قال للمعلم قدام الناس، قال انا توني حسيت اني معلم. اللحظه هذه حسيت اني معلم. طبعا هي خذته وسوت له حفله كبيره للمعلم هذا تقديرا له. هنا نقول تحيه لكل معلم علمني حرف. انا اقول تحيه لكل معلم علمني حرف وزرع في قلبي معنى الحياه. المعلم فضل كبير، بس حنا نجهل، والله نجهل. مع السلامه ويعطيكم العافيه على احسن استماعكم.